حبايبي الكرام، بهذا المقطع راح تشوفوا تحويل حساب نوب الى اسطوري شباب، يعني اسطوري مش تحويل شباب، راح يصير تغيير كبير كبير بهذا المقطع. حبايبنا الكرام، حبايبنا جهزوا حالكم مثل ما انتم شايفين. شباب وراي وحساب عندنا، حساب قديم. اوكي خلينا ندخل ونشوف حبايبنا. انا حساب شباب كتير قديم طبعا. هلا حساب شباب بدي اقول لكم القصه شباب عشان اكون صريح معكم حبايبي، وانا بتعرفوني حبايبي انا دائما صريح مع متابعيني. حبايبنا الكرام، تتذكروا الحساب الايام زمان اللي قلت لكم بدي اعطيكم انعمل عليه مسابقه؟ حسابي الاول لما صار التحويل الى سيرفر، زي ما صارت سيرفر اوروبي، المهم سيرفر اوروبي لما تحولت سيرفر الشرق الاوسط، وقتها عملت حساب جديد حبايبي. طبعا شباب الحساب الجديد اللي عملته شباب يعني استخدمته حساب فيسبوك هو اوكي، والصراحه بحثت كثير بالطرق شباب اني احاول اخليه بس للجيميل بس، ولكن ما قدرت حبايبي الكرام. لهيك شباب الحساب، شباب مثل ما انتم شايفين هذا الحساب الموجود فيه الان شباب، هو حساب ابن خالتي عزيز اللي هو عرفني على هاي اللعبه، وهو ترك اللعبه وقرر يرجع للعبه اوكي حبايبي. ولهيك شباب الحساب، بما انه هو حساب تبعي القديم يعني كنت ناوي اعمله للمتابعين، وما قدرت يعني كيف اقول لكم اني اعمل عليه مسابقه وكل شيء، وفيه كثير اشياء خصوصيه للعائله ومعالي شباب، لهيك راح اعطي الحساب الجديد لابن خالتي عزيز حبايبنا. ولا يهمكم شباب، الايام الجايه راح نعمل لكم ان شاء الله تطويرات حسابات اسطوريه، ونعمل حسابات ونعمل لكم عليها مسابقات حبايبنا الكرام. اوكي شباب، مثل ما انتم شايفين شباب، ما بدي اطول عليكم اكثر من هيك حبايبنا. هذا هو الحساب شباب، حساب كان ايام زمان قديم كثير كثير، يعني شباب مثل ما انتم شايفين ما فيه شيء ابدا، يعني راح نشوف تطوير اسطوري شباب. راح ندخل بعد شوي على الحساب الثاني اوكي. طبعا شباب الفيديو راح اعمل عليه اجزاء، راح اشحن فيه تقريبا 15000 جوهره، راح اشتري بالحساب القديم اشياء فاير باس ولا اشياء اوكي. راح نتحول على الفيديو الثاني شباب، راح لا مو الفيديو الثاني، راح نتحول على الحساب الثاني وراح ندخل عليه ونشوف شو فيه وشوف ما فيه شباب. راح نحاول نطوره اكثر واكثر حبايبنا، ونقول بسم الله وليتس جو. هلو حبايبي، مثل ما انتم شايفين شباب، هلا الان دخلنا على الحساب شباب. اول شيء شباب راح نغير الاسم، طبعا انتم شايفين هو عليكم الحساب الاول. طبعا شباب مثل ما انتم شايفين هون ناقصوا الفاير باسات، خلينا نغير الاسم شباب. اول شيء نغير له ابو الاسم حبايبي الكرام عشان يكون وضع لوز اللوز. طبعا شباب يعني قصه حكيت لكم اياها من زمان، قصه اللي عرفني على هذا اللعبه وكل هالشيء. طبعا ما عم بغير الاسم، راح نظبط له شغله عشان تغير اسم حبايبنا. طبعا نفس الوقت راح اشرح لكم اقول لكم القصه. شباب حبايبنا، قصه عزيز حبايبي هو اول واحد اللي عرفنا على اللعبه، يعني هو عندي اثنين اولاد خالي تمام، اولاد خالي اوكي anyway. المهم شباب اول واحد هو اللي عرف هي اللعبه اوكي وتركها. هيك شباب يعني برجع بكره حبايبي لا تاخذونا، ما قدرت يعني حاولت كثير انه احول هذا الحساب احطه بجيميل او شيء شباب، ولكن ما اقدر شباب. يعني شفت الانسب او انسب شيء انه اعطي هذه الحساب لابن خالتي، وبما انه هو كمان قرر يرجع للعبه اوكي. المهم شباب فهمتوا القصه ماشي حبايبي، ولا يهمكم شباب، رح نعمل ان شاء الله حسابات جديده، وانا مستعد اشتري اي حسابات شباب، اي حسابات هيك تكون عاديه مستعد اشتريها اوكي، تكون على الجيميل اللي الافضل اوكي، وانا جاهز حبايبنا اوكي. حبايبي كمان مثل ما انتم شايفين رح نعمل اكثر من جزء اوكي، لانه بتعرفوا بعد 5 أيام رح ينزل جديد، يمكن رح ينزل ام بي 40. المهم شباب رح نعمل لكم، رح تشوفوا الفيديو اكثر من جزء اوكي. قول بسم الله شباب، جيبوا ابو السكار اوكي، ليتس جو، جيبوا ابو السكار شباب، قول بسم الله، قول لي طبعا زفت، نعمل كمان واحده شباب، ليتس جو. بيض نشوف الحظ هذا الحساب شباب، الهي اوكي نشوف كمان، ليتس جو ان شاء الله. ول طلع له السكار من قبل اخر وحده، كفو 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 شباب، والله طلع له السكار قبل اخر وحده، حلو كثير شباب، والله كثير حلو صراحه، شيء لوز اللوز. اوكي شباب، طبعا شباب انا هو خلينا نشوف. طبعا شباب ما عنده كريستيانو، ما عنده كريستيانو بالحساب اوكي، راح نجيب له كريستيانو، ندخل على المتجر نجيب له كريستيانو، نطلع له ليفل ماكس ماشي، لانه شباب تعرفوا كريستيانو هالفتره صاير بي ذا بيست، هذا هو كريستيانو. خلينا نشوف شباب نقدر نعمل بي ذا بيست، بي ذا بيست، يو نيد ذا بيست. فش التخفيض 500، لا نعمل له هي 25 جوهره، ليتس جو. هاي جبنا له كريستيانو شباب، بي ذا بيست، ليتس جو شباب. بدي اعطيكم تعطوني رايكم شباب بالهالتطوير، نفتح له هذول يا شباب اوكي يا حبايبنا، ليتس جو. وهيك فتحنا له هذول الجميلين، خلينا نطور له اياه ليفل ماكس. ابلع دونت تراست مي، تراست
عنده كريستيانو ريفل ماكس خلينا نظبط له نحط له الشخصيات الجميله نحط له بالوما نحط له وينكيلي وينكيلي طبعا شباب بقى اخر شيء اخر الفيديو رح نعمل لكم استعراض للحساب تفرجوا عليه على الرواق اوكي حبايبي اوكي شباب هيك بنكون حصلنا على السكار الجديد تمام والكريستيانو هاي اول خطوتين شباب حبايبنا خلينا نطلع الحاضنه شباب اوكي طبعا راح اجيب له اغلى سكين بالحاضنه تمام ماشي حبايبي راح نضرب على الحاضنه شوي شباب نشوف شو حظنا بالحاضنه خلينا نبلش اول ويل لا 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 تقولوا لي شو هالحظ لا ويل في ناحيه شباب الاول لفه عزيز الحجر لا 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 عن جد الحظ اسطوري طيب شباب بدنا بس بدنا بس قناع واحد قناع واحد سوني شوي نروح لا عن جد شباب عن جد الحظ اسطوري حجر لا 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 شباب الحظ اسطوري سوني شوي يلا قناع واحد بس حجر بدنا قناع واحد نجيب له بس اخر سكين بس اغلى سكين نجيب له اغلى سكين يلا 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 ايه يلا وين شباب الحجر تحت حظ اسطوري يلا يلا بس بدنا قناع واحد نجيب له بس نجيب له اغلى سكين ويلي كفو ويك شباب نجيب مع حجر كمان لا 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 شباب عن جد حظ اسطوري شباب خلينا ندخل نجيب له ابو السكين اغلى سكين شباب عنده 14 هذا وهيك عنده السكين الجديد خلينا نجيب له اياه لوز اللوز طبعا شباب اكيد رح ينزل توب اب شباب وراح يجيب بعدين ان شاء الله اللي بده اياه من هون ومن هون اوكي شباب طبعا معنا هون 7000 جوهره اوكي حبايبي خلينا نشوف شو راح نجيب له كمان اوكي حبايبي مثل ما انتم شايفين حبايبنا الان راح نفعل له الفاير باس تمام خلينا نفعل له الفاير باس وين الفاير باس حبايبنا وين الفاير باس هاي الفاير باس لا يا اخي كيف كان زعل والله يا اخي خلينا نفعل له الفاير باس حبايبنا تبع ابو 600 اوكي ابو راح ما بعرف شو اوكي anyway نفعل له هذا الفاير باس شباب يكفي راح عنده يعمل مهماته ياخذ الفاير باس على الرواق حلو وهيك بكون فعلنا له الفاير باس حبايبنا الكرام خلينا ناخذ له خلينا نعمل مهمات على الرواق اوكي طبعا شباب بالنسبه راح نحاول نجيب له بالحساب يعني اهم اشياء اللازمه باللعبه اوكي يلا يا حبيبي خلينا كمان يلا شباب مثل ما انتم شايفين حبايبنا خلينا نطور له شوي السكار نطور له اياه ليفل 4 على السكار شباب خلينا نجيب الصناديق وينهم هذول وين الصناديق السكار يلا يا جميلين هذا هو ليتس جو نجيب له تقريبا شغله شوية من ثواني نعمل هيك نجيب له تقريبا نشتري له تقريبا كم نشتري له يعني طوروا اللي حاول طوروا اياه يعني ليفل 3 ولا 4 حبايبنا الكرام ماشي بعدين يعني راح اطور له اياه كمان شوي حبايبنا تك تك كم صار عنا ليتس جو يلا كمان 10 صناديق لوز 10 صناديق كمان ويكفينا نشوف خلينا نروح نفتحهم حبايبنا ونفتح كل شيء موجود بالحساب يا اساطير خلينا ندخل هون ارموار لا بيض اشترينا له 60 صندوق تقريبا حبايبي الكرام مثل ما انتم شايفين لا ويلي 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 شفتوا شباب الضربات ورا بعضهم طبعا شباب للاسف الشديد مش موجود ندخل على السكار مش موجود الايكل المطور ما عنده بس هناك جبنا له هالسكار خلينا نطور له اياه شوي شباب نطور له اياه Let's go. Nice, nice, very nice, very nice. Los. Let's go. اوكي شباب هيك تطورت تقريبا ليفل 4 ماشي يو يا حلوين طبعا حبايبي مثل ما انتم شايفين ما عاد عرفت اتكلم شباب طبعا هذا المقطع هو عباره عن جزئين شباب لانه بتعرفوا كنت ناقل منزلي والان حولت يعني قصيت المقطع ده وحولته لجزء ثاني وكملت الان الفيديو اوكي شباب معنا لا ما راح اطول عليكم المهم فهمتوني ما راح اطول عليكم اكثر شباب معنا 4200 جوهره شباب خلينا نجيب له الام بي 40 شباب طبعا هو ما عنده هذول الاشياء راح نشيلهم اوكي وبلاش نضربه شباب ان شاء الله يطلع لنا نشوف حظنا الاسطوري هل سوف يكون حظه اسطوري ام لا ليتس جو بام بام لا
والله شباب فكرت يعني باطل شوي وراح يصير. او ماي جاد يلا لف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خير. ليتس جو. قول لي زفت زفت بيض بيض بيض. آه ضبطت والله الشباب الصراحه فكرت يعني انه يعني راح يجي لا ما جت. يلا كمان لفه يلا يلا ما جت. يلا ان شاء الله يطول ما يطول معنا كثير. زفت اخر لفه يا حبايبنا اخر لفه يا اسطير اخر لفه يا جميلين انها اللفه الاخيره. ليتس جو بسم الله. حظ بيض حظ بيض حظ بيض حظ بيض. اوكي يا شباب هي حصلنا له على 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 الكوبرا. اوكي طبعا شباب الصراحه شباب اكون صريح معكم سلاح الكوبرا شباب بالنسبه لي يعتبر من افضل سكنات الام بي 40 شباب يعني بدون نقاش بدون نقاش شباب. بعد تجربه بالرومات بعد تجربه بال بالركت صراحه توب. اوكي شباب هي بكون حصلنا على هذا على الام بي 40. شو هذا على الام بي 40 شباب؟ خلينا ندخل هون ندخل على المتجر تخفيض الخصومات شباب نجيب له التلجة تلجة الكوبرا شباب عشان يكون وضعه لوز لوز شباب راح نجيب له الاشياء المهمة كتير كتير. اوكي طبعا هون بالنسبة لهون الشباب مثل ما انتم شايفين خلينا نشوف شو يلزمه. طبعا شباب اذا نجيب بطاقات الحاضنة ما راح يعني انه في وقت للاسف شديد يعني حتى لو اشتريناها حرقنا له حاضر من اول بداية المقطع ما راح تلزمه. خلينا نعمل تحديث تحديث الجوائز نجيب له ال 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 الثلجة. حاول نجيب له الثلجة شباب. يلا ليتس جو ليتس جو. حظ بيض. يلا بدنا ثلجة. الثلجة ما في ثلجة ما في ثلجة. بدنا الثلجة. يلا يا جميلين بدنا الثلجة. يلا الثلجة وين الثلجة وين الثلجة. نشوف هذا نشوف هذا شوف ما في ثلجة هون يا شباب. يلا يا ثلجة أين أنت يا ثلجة؟ لا تطول عن هيك يا ثلجة. خلينا نصرف جواهر زيادة بليز بليز كمان ثلجة. لا تقولوا لي انه لازم نشتري شيء انا بعرف انه حاسس بهذا الشيء. طيب شباب ما في مشكله رح نشتري له القرش تمام عشان نطور له يعني فيه خصومات خلص نص 50% بيلزمه. اوكي هيك اشترينا خلينا نشتري له اشياء ممكن تلزمه. شوف معنا التخفيض هون على اليسار 63 تخفيض حلو كثير 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 شباب. اوكي بالنسبه للايكي عنده اياه الثلجه كمان موجوده كل شيء موجود شباب يعني ما راح ينفعونا بشيء. اوكي خليني نشوف خليني نشوف خليني نشوف شو في هون موجودات. بيض ما في شيء. الثلج نجيب له السكار قطع قطع القرش السكار القرش. اوكي شباب ركزوا معي هون عنا 74 وهون يعني في تخفيض كتير حلو نجيب له هذا التخفيض لوز. حاول تطور له السكار القرش بشوي شوي شباب. يلا شو يجينا تخفيض حلو هون على اليسار 55 زفت زفت يا مان زفت. بما انه هون موجود عندنا شباب خلينا نجيب له نحاول نجيب له هذه الرقصه اعتقد ما هي موجوده بس ولكن خلينا نروح نشوف تأكد من رقصة شباب إذا موجودة ولا لا. على السريع نجيب له صناديق حاولوا نفتح له صناديق شباب باكجات وكل شيء كتير كتير. أوكي ندخل المجموعة شباب الحلوين ليتس جو نتأكد من رقصة إذا موجودة ولا لا. أعتقد مش موجودة شباب الرقصات هذول ما أعتقد موجودات عنده مو موجودة. يلا حاولوا نجيب له شباب منه يعني التخفيض حلو تمام خلينا نستفاد من الحدث التخفيضات. أوكي شباب الحلوين ليتس جو خلينا ندخلهم يلا. اوكي ندخل على نشتري صناديق التل الرقصه نشتريهم نشوف هون ما في شيء يلزمنا شباب نشتري الرقصه احسن يعني التخفيض موجود موجود. اوكي جميل لحد الان الثلج ما بتطلع الثلج ما بتطلع شباب ثلجه الكوبرا بده ثلجه الكوبرا قال لي عليكو بدي ثلجه الكوبرا نشتري له هذه 55 جوهره لوز اللوز هات لنشوف. لا يا ربي مستطيل يا رب الزنجبيل يعني بعدين خلينا نعمل تحديث لهذول وين الثلجه؟ هل يا ترى هو جايب الثلجه وما هو قايل لي ولا شو؟ نجيب له تبعت القرش لحد الان وضع اللوز اوبا الثلج واخيرا الحمد لله الثلج اعطونا تخفيض حلو شباب شوفوا نو هذا ما اقبل الصراحه ما اقبل الصراحه ما اقبل بهذا التخفيض التعبان منو قاعدين عم ينزلوا خرب بيت سنتك من نقله لا شباب لما نبدا شوفوا يا عيني عليك ايه ها ايه ها يسعد دينك شباب بدنا نروح بسرعه نتاكد اذا عنده هي الرقصه هي ام لا تمام ونفس الوقت نشتري هالصناديق ونتاكد من هالثلج شباب ما تاكدت منه بسرعه عشان نروح نتاكد من الثلج اذا عنده اياها ام لا نحاول نجيب له ثلجتين بنفس الوقت خليه ينبسط اخرى قنابل هون هتشوف مش موجوده اوكي شباب راح نجيب له ثلجتين لوز اللوز وين هون الحدث
شباب طبعا شباب لا تاخذونا شباب الفيديو صراحه كثير طويل بس ولكن يعني لا تاخذونا شباب اوكي خلينا بنحكي عليكم اكثر من هيك نجيب له هاي ونجيب له هاي ونجيب له هاي او نحاول نجيب له الرقصه هاي بما انه ما عنده اياها كمان نحاول نضربه بلكي نضرب على الرقصات مش كي حابين نشتري بس يلا يعني يلا خلينا نشتري ليتس جو ليتس جو ابلع حلو جميل خلينا نشوف ممكن نشتري شيء واحنا ماشيين وشوف التخفيض الاسطوري شوف التخفيض الاسطوري شباب ما احلى عن جد يستاهل نعمل تغيير جوائز يمكن يطلع لنا شيء اشياء قرش اوه شوفوا تحت الهي خلينا نصبر شوي نصبر شوي خلينا نروح نشوف معنا 1600 جوهره شباب بدنا نطور له الام بي 40 شباب نستفيد منه بالام بي 40 نجيب فيه صناديق الام بي 4 الام بي 40 يس وينو اشتري له هدول اشتري كله تبعت الام بي 40 الكبرى شباب لانه تحاول طوله يعني ليفلات ال يلا بلا لا نفتح له اياه هون يلا يا حلوين لا اوكي شباب خلاص صفرنا ما عاد في شيء ابدا 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 اوكي يا حلوين خلينا ندخل نطور له اياه نشوف كم نقدر نطور له اياه طبعا شوي شوي راح يتطور هو اوكي اهم شيء حصلنا عليه شباب ركزوا معي شباب راح اقول لكم شيء بعد هذا التطوير هاي هي طول له اياه بال 2 3 ما في مشكله اوكي راح نكمل تطوير الليفلات حلو كتير يعتبر كميل جدا اوكي اهم شيء شباب ننزل له السرعه تمام هو ما يهمه يعني الرقصات وهالشيء ننزل له بس السرعه اوكي anyway خلينا نروح نكمل تطوير السكار اوكي شباب ما في ما نقدر ابلع لا في صناديق شباب في صناديق في صناديق يا حلوين في عندنا باكجات اسطوريه شباب خلينا نفتح الصناديق الموجوده بالحساب في كتير باكجات هنفتح له هذول قول لي كلاسين لوز حلو بيض قول لي افتح اوه طلع له السكين حلو كتير اللوز اللوز كفو هاي شوف الطقم هذا ابلع اوه باندا ما باندا واشياء لوز هذا نفتح هذا ابلع موجود معنا هذا اوكي افتح هذا بيض فالكو بيض الرقصة الرقص نفتح له صناديق القرش مش هطول له اياه يعني ليفل افتح هذولي اوكي شباب نعمل له هيك هو وحظه بيض نفتح هذول هو وحظه اوبا رقصه جميله جدا كفو كفو حلو اوكي شباب هيك حصلنا على الرقصه بس خلينا ندخل على المتجر هون شباب شفت في تغيرات اوكي وين الصناديق الاستيرادات ولا ما اعرف شو اوكي يا علوين بعد معاناه طويله وشباب وبحث طويل شباب عملنا لما بجي بعمل استبدال ما موجوده شباب الحدث منتهي اوكي شباب اكيد الحدث اخير ترجع هذا شيء اكيد معروف قارينا كل شيء برجع شباب اوكي حلوين هيك اعتقد سوني بس نعمل شيء سريع شباب سريع جدا اللي هو نشوف بس هيك شغله سريع اوكي نطور له اياه ليفل 5 شباب لوز 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 اكيد قبل راح ينزل تخط تخفيضات شباب راح نطوله ان شاء الله الام بي 40 عنده هون لما يقتل الشخص يطلع له هيك لوز لوز عنده ليفل 5 والام بي 40 ليفل 4 تقريبا يعني شيء لوز لوز اوكي شباب خلينا نعمل لكم استعراض سريع للحساب شباب اوكي فرجيكم هيك الاشياء هيك سريعه مثل ما انتم شايفين اوكي يعني موجود فيها سكين الحساب اسطوري شباب يعني تحول من حساب القديم لحساب الجديد مثل ما انتم شايفين شباب عن جد شيء اسطوري كثير كثير شباب طبعا شباب حساب باين عليه اوكي جبنا له الحاضنه الجديده لوز اللوز وكل شيء متشكلس وكل شيء متشكلس طبعا شباب شايفين بعينكم يعني حساب فيه اشياء كثير نادره يعني وكثير قديمه يعني مثل ما انتم شايفين بالحاضنات وكثير من الاشياء طبعا هذا تبعت الشيء الموجود كان من زمان كنت جايبه وقتها اوكي شايفين هذا هذا السكين كمان من السكينات القديمه كثير وهذا وهذول يعني السكينات كثير القديمه يا شباب اكيد شفتوا بعينكم يعني في كثير سكينات قديمات مثل هذا الطباخ كمان اوكي سكين قديم الشورت تبعه اوكي لما نشيل هذا هيك نعمل هيك شوف الشورت تبعه اوكي عندنا هذا كمان شباب سكين يعني كثير من السكينات النادره واعتقد في كمان هذا كمان نادر اوكي عندنا اعتقد بنطال الجاز ولا ما اعرف شباب اذا موجود بهالحساب اعتقد ما شفته هو مش موجود اوكي عندنا هذا كمان السكين نادر شباب يعني كثير من السكينات مثل ما انتم شايفين كثير كثير نادره هات نتاكد بس اشوف اذا في بنطال جاز ام لا لا ما اعتقد مش موجود اوكي anyway بس عنده هذا بنطال برازيلي يعني كمان شيء حلو اسطوري عندنا هذا كمان كمان
قديم ونادر. اوكي شباب خلينا نفرجيكم الاسلحه بالشكل السريع. الشباب يا حلوين ليتس جو. عندنا الام 4 ناقصه الام 4 هذا شباب. اوكي بالحساب عندنا هون الاي كيات شباب بالاقوى الاي كيات. اوكي الام 14 السكار تايتن كتير 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 من الاشياء اللوزيه الجميله. عندنا هذا شباب هذا بحياتي ما استخدمته اعتقد ما في حدا يستخدمه. اللي يستخدمه يكتب التعليقات عليك ولا بستخدمه. الفماسات الدراغونوف يحط له هذا السمكه. عندنا هالسمكه قديمه كتير شباب. ام 60 الاي ان والبلازما الاوغ مش موجود فيه سكين. اوكي نرجع على الشاشات. عن اليو ام بي هون عن الام بي 5 في الفي اس اس القرش. طيب شباب انا بالنسبه لي شباب ليش عم قلت لكم انه هذا افضل شباب؟ تعرفوا ليش افضل شباب؟ لانه مقارنه طبعا هدف راح يكون لما تطور اكثر بيصير ضرر اكثر. فهمتوا علي؟ لما يتطور بيعلى الضرر اوكي؟ بس ولكن شباب لما يتطور على الاخير الضرر يكون اثنين بس بينما الاصفر فيه مدى ناقص شباب. يعني الشيء الحلو انه لما تلعب بهذا شباب هذا فيه سرعه الاعاده. يعني هذا هالسلاح بالرومات شيء اسطوري صراحه. طبعا بالنسبه للبرفورتيات شباب عنده يعني كل البرفورتيات يعني شيء لوز واللوز ام بي 40 هذا الطبسون فيكتور الشوتجنات الشوتجن هذا كثير اسطوري للرومات. عندكم هذا وهذا هذا الناري يولع الامر. الشوتجن الافضل شوتجن قصير بالنسبة للجميع وبالنسبة لي كمان. القناصات شباب مثل ما انتم شايفين كار مسدسات وهدول شباب يعني لوز اللوز اشياء فيه القديمات موجودات كثير حلو. اعطونا تقييمكم هذا لهذا الحساب اساطيري. كم تقييمكم لهذا الحساب؟ خلينا نحط له الكوبرا لوز اللوز. والله شباب حساب يعني عن جد اسطوري كتير اسطوري اسطوري اسطوري. اوكي يا حلوين بعرف طورت عليكم كتير بهذا المقطع. اوكي لا تاخذونا يا حلوين صراحة شباب شفتوا بعينكم يعني شباب يعني ما قدرت انزله من قبل ولكن تركته الشباب لانه كنت عمالقه في منزلي وكل هالشي. اوكي شباب حلوين اعطوني رأيكم بالتعليقات لهذا الحساب. رأيكم بالتطور اللي صار من زمان من قبل لحد الان كيف صار الحساب شباب حبايبنا. طيب كنت انا مقتنع اليوم لا تنسوا تحطوا زر اللايك والشير وفعل زر الجرس حبايبنا. وبتأسف كثير شباب لانه قلت لكم يعني واذا بتجوا معي على البث هذا الحساب شباب كنت عامل عليه مسابقه وما قدرت شباب تعرفوا قلت لكم انه فيه كثير اشياء خاصه بالعيله واشياء كثير موجوده بهالحساب يعني هذا الحساب القديم فهمتوا علي. لهيك اعطيته لابن خالتي هو موجود جنبي. تعال هون عامل هلو عزيز هذا هو شباب موجود جنبي. هلو 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 معنا شوف التشيك ثواني شوي ثواني ضبط وضعك ضبط وضعك هلو ننهي 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 شلون هذا معلم شو الحساب صار اسطوري اسطوري لوز لوز. لا تنسوا تحطوا لايكات شباب وتفعلوا زر الجرس ونشوفكم فيديوهات جديده. سلامات طبعا شباب عزيز دائما راح يكون معي الايام الجايه على البث المباشر على الفيسبوك. نشوفكم على خير سلامات باي باي باي.